هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. أكيد كلكم شفتوا شوارع صنعاء اليوم تين قال قرآن ناطق كذا، والله شوفوا ها، والناس يسألوا بلهفة بطاريات ده ولا طاقة شمسية، يعني كيف يشحنوا؟ يعني في بو كشاف وكذا، وفين نضغط في حسين بالضبط عشان يطلع الناطق والكشاف؟ واحد قدم فتوى لحسن زيد قال له دلحين يجوز نكون نقول حسين MP3 ولا ما؟ واحد سألنا ولا عرفت أرد له، قال طيب كم جزء في هذا القرآن؟ وكيف أنواع السور في بو؟ حقنا مكي ومدني، هذا إيش مراني وسفياني؟ والسفياني مبودر ولا طبيعي؟ قطل ولا رؤوس؟ أما التساؤل المهم هذا، القرآن الناطق عليه أجر ولا بيحسبوا للمستمعين معابر؟ يعني تختم الناطق تحصل قر رصاص؟ طيب ينحفظ كيف؟ بأي صيغة؟ ووب ولا MP3 ولا MP4؟ عادي تحطه في فلاش ولا بس بديتون؟ شكرا يا جماعة، راحت على أبل ما كنتوش ولا كنا، وعلى سامسونج، وحتى على علي القريطي الله يرحمه. ها ولا مو ما بلا أمريكا معها وادي السيليكون، الحوثي مع وادي البرتغانيوم. في رمضان الجاي الله لا يبلغهم بيكون يسألوه كم قريت في حسين، يعني إلى أين جزء وصلت؟ تخيل واحد وصل للنص كيف يشرح؟ إيش يقول وصلت؟ لا مشكلة، بس إن شاء الله يتفادوها في الإصدار اللي بعده. قرآن ناطق إستو بشاشة تاتش من طراز عمية نقش مجنونة، وأكيد بايجي مع تطبيق القط الناطق توم مجانا. هذا وكان أحد أملاء البطاعة الناطق ويدعى محمد المقالح قد أشتكى من نغرات عم قرآن هزاز نهاب أبو قاوق عبد الكريم الحوثي، وقال إنه سبب له القلق مؤخرا، وتوقع إنه يغلق صفحته بالفيسبوك قريبا بعد فليتة والمشاط. ومن جهة أخرى أعلنت شركة اليمن الجمهوري أنها لا ترغب حاليا بأي تحديثات على الصميل الناطق جواس ون، وأن فقط جمهورها بها تغنيها عن أي إعلانات شوارعية، خاصة وأن الضمان ممتد على الصميل الناطق 12 سنة حتى الآن، ومن يومها الناطق الثاني ولا لخص. عوي 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 البحلة الحوذي قرآن ناطق، يعني وانا ازير ابزر لي مهره والقران يزير ابزر لي مهره، هذا هو قران باقي شويه وقدو توراه ناطقه. ايوه والخبر عادشي معاكم عقل يا عيال الحوثي، عاد بتستحوا عاد بسروا لكم مهري الشريف السحما خلق الله، ولا تمكنوا كذا شليتوا دوله وبلاد وحتى القران، يعني لا عد خليتو جامع ولا عد فعلتو كعب مزورة فعلتو قرآن ناطق فعلتو ما أوقاتكم أينما كنتم. الأسبوع ده غير، ومطار وأجواء باريسية ولا أروع. زمان قالوا لنا الشيوبة أحذر السيل والليل وعرات الجيوش، وإحنا تجمعوا علينا كلهم فوقنا، وقت السيول وطلعت المخبة. لو سنة وشهرين ولا ذاقت عين نوم زي الناس إلا هذا الشهر، رب رب وتحسنت هدومه، أول مرة يلبس زي الناس كمان وينعم ويمكن يتغسل. إنه زعيم الأونطة، أكبر نصاب في العصر الحديث، المخلوع المستبعد من كل التفاهمات، أخيرا رقد وقام صحصح وتعالي يا قناة روسيا اليوم. مرتاح لهذا لهذه القناة، ولذلك سميت قناة اليمن اليوم، وهي تابعة للمؤتمر الشعبي العام بالنسبة إلى قناة روسيا اليوم، بهذه القناة الجذابة. الجذابة من ناحية جذابة فهي أكبر جذابة بس بالخليجي. شكلك معجب بالقمر الروسي كله يا متبردق، ما تلاحظوش أثار البرتقال؟
تحسوا عادوا بزاق وطلعت ثقيل. المهم سيبك من الرغي الزايد وسميتها وما سميتهاش، وهاتوا حق السماية. ايش المطلوب من هذا الظهور بس باختصار؟ ليش ما نطلع وجها لوجه مع الاخوان في السعودية مثل ما عملوا مع اخواننا؟ وانا من انصار الله. لحظة، انت ايش يا ابو فشفش؟ انا من انصار الله، انا من انصار الله، انا من انصار الله. سمعتوا يا مؤتمرين؟ يعني زعيمكم يقول سيدي عبد الملك. ما دمت من انصار الشخوه خلاص وكل وابصم وارقد، مو تشتي تعمل راسك براس سيدك ابن فليته. وكل ومن وكل رقد. وبعدين تعال تعال تعال، ده الوجه عادوا حقهم بفلوسهم، انت صرت بلا وجه ولا قفا. يعني المفروض الشخوه كذا يشلك وياخذك غنيمه حرب ويخسر السعوديه فلوسه فيه. لا قطع فيك معروف ولا عصيد في بطنك، 35 سنة وما لك إلا اللي تعرف عندهم وعند غيرهم. خلي إيران تنفعك وتحاول لك، إيران اللي بتخطر نفسك عشان تبرئها، أما السعودية يقول لك عسيري لا تحلام. نتحداهم اليوم بر إن إيران موجودة ولا مولت ولا وجدت جنديا أو ضابطا أو عسكريا أو مدفع أو رشاش على الأراضي اليمنية يقدموها براهين الى الامم المتحده ومستعدين نتحمل. يا راجل استحي، قلت في ليته بنفسه يقول تركنا ايران، ايران زادت علينا، ايران ما تعطينا احناش ولا ريال، وانت جاي تنكر ام العلاقه كلها. السفن الايرانيه تنمسك كل يوم كل يوم كل ثاني يوم، والقواسيس الايرانيين اطلقتوهم في اول يوم للانقلاب، وارشيف الامن القومي حملتوه فوق 3 هيلوكسات عن حروب صعده. حتى الشخوة منع أصحابه من السفن لا طهران. أقول لك أنت لما ركبوا لك الوجه ما شبكوا شوائرات الخجل. شوفوا الطبيب ذا يجي يصلح غلطته، وعاد المذيع كذا مسكين ويسألوا لماذا قلبت السعودية عليكم ظهر المجن. شوفوا على رد السعودية احتضنتنا بعد الحادث الإرهابي في أول جمعة لرجب في دار الرئاسة، وأسعفنا أنا وعدد من الشخصيات إلى المملكة العربية السعودية وتلقينا العلاج في المستشفيات. لا ننكر ونثمن تثمين عالي، هذا موقف إنساني، لكن لا يجوز المنة أني منه علينا أنه معالجونا نتحالف معهم على الغلط. لا أبدا، أتحالف مع إيران على الصح، على تدبير الدولة اليمنية والنظام الجمهوري وسيطرة ميليشيا وإعادة الحكم الإمامي. أقول لك قسماً بالله إنه المفروض يجي يقرشوا ده الوجه قرش. نطلع فاصل ونرجع لأبو عفشفش، عادة وقلة حياة نغرف منا سنين كالعادة. اصمتوا معنا. مرحباً بكم وأهلاً وسهلاً بكم من جديد. المقابلة حق أبو عفشفش فضح الله بلسانه على اليهودة اللي كان يمارسها بين القبائل. كل القبائل تعرف القصة وكيف كان يؤجج الصراعات بينها البعض، واستمر طول فترة حكمه 10 سنين. قصة أمونة يا سيدي نسمعها من فم بطلها بنفسه. ليش؟ كان بي يهودي عوض لخير، لخير المعابد، فتتحارب القبيلة والقبيلة، فتجي القبيلة الثانية تعمل صلح. يقول اليهودي يشوف ما عاد عنده رزق، يقول أمونا يا سيدي ما وقصر، يدي صندوق الخير لهذا وصندوق الخير لهذا، هذا يعملوها على هذا الهدف. أيوة. والله اليهودة بالقلب مش بالزنانير. القبائل كلها تعرف من لعب دور اليهودي طوال 33 سنة، وبعد هذه الطريقة اليهودية في الحكم وتدمير البلاد، تعالوا نشوف كيف يعني مسوي نفسه حاجة ويسفه دول الناس والدولة اللي مواطنة صاحب أعلى دخل في العالم. دخل على الخط قرية قطر، قرية قطر أو دولة قطر عفوا، هي نفس ذات القرية اللي راح تشحت من أميرها يتوسط لك عند وزير يرمي لك طائرته الخاصة القديمة. فاكر يا مخلوع؟ 50 مليون دولار اللي لهفتوها وهم جابوا الطائرة الرئاسية اليمنية هدية وسجلتها بالسجلات شراء يا سارق. دولة قطر اللي بتستضيف العالم في 2022 أحلى قرية، وانت استلمت دولة وحولتها خرابة، ورغم ذلك قول اللي تقوله قول
اللي تقوله، لا تحلم يعبروا ولا يتفاوضوا مع اللي من فوق راسك. دعسن دعسن يا عفاش، هات 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 خرق اللي فوق قلبك المحروق. القاعده، داعش، النصره، كل هذه المسميات هي بضاعه الاخوان المسلمين صنيعه المملكه العربيه السعوديه. وايش كمان؟ يعني حاجه اسمها سلفيين، اخوان المسلمين، قاعده، كلهم بضاعه الاخوان المسلمين تابعين للمملكه العربيه السعوديه. خلص كده؟ شكله باقي. الاخوان المسلمين بضاعه المملكه العربيه السعوديه. لا خلاص، هذه قلت فوق 60 مره طول المقابله. ايش ما تغني ها؟ ايش رايك تلحني كده وترجع زامل؟ يقول لك سيدك الشخوة ما لقاش بعد القحوم حد يسوى، روح يمكن تلاقي فرص، أما مفاوضات مباشرة معاك ما فيش. لا تحلم. تعرف ليش؟ لأنه ما ينفع الحوار معك ومع أمثالك. 9 أشهر حوار وطني ومخرجات في موفنبيك، وبالنهاية شوف إيش تقول عليك. دخلوا حوار موفنبيك، فندق هنا عندنا اسمه موفنبيك، اخذ وعطى وده واقاليم وما اقاليم. لا نعترف باقاليم ولا احنا مع الاقاليم، احنا مع شعب يمني موحد. استفتينا على دستوره واستفتينا على وحدتنا، ما في نقاش، ما في نقاش، من في راس المرق يتمرد. مرد والناس يسألوه مين اللي علم فايقة قلة الأدب بنفس هذه الحركة بمشاورة الكويت؟ كذا كذا اللي يقترب منك تفسد تربيته. المهم مقابلة بانت فيها حقيقة وأخلاق هذا الكائن المسخ لأبعد مدى، والأمم المتحدة مصرة على أنه ممكن يجي من وراء هذا الوجه خير أو قليل عقل. كلما شم قليل هواء كذا بعد الدأس يقوم يعض اليد اللي أحسنت له شخصياً. كائن حقود يكره الدنيا باللي فيها. أي داعش؟ هم داعش، هم القاعدة. هذا النظام نظام معروف، يشتري ضمائر الناس بصفقات الأسلحة وصفقات سياسية مع متنفذين في دول العالم في كل أنحاء العالم بالمال. نعم. ما هي العقل والشيء؟ واضح. ملع الله يا قني، اهدى 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 أحقاع. بيعتق لك الحوثي الآن، خلاص قد وقع اتفاقات مع الناس. احترم حليفك، مش قلت انك من انصار الله؟ ايش اللي يحرق لك كذا البنكرياس؟ ما نشوش يقابلوك، مش مرغوب فيك، امشي بعد سيادك القدد بس. السعودية هي وراء كل شيء. قسما بالله قد حالتك حالة، وانا اللي قلت تحسنت حالتك وقدك مربرب ونظفت شوية، طلع العقل حقه خلاص ملحوس للطرف، في خلل فني في المخ، يعيش حالة طبان مع سيد الحوثي. توفى قتل المرحوم الحمدي، أنا لأول مرة أصرح بها، قتلوها السعوديين وتآمروا عليها السعوديين، وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهدية. يا حبيبي حلو، زيد قليل، هات هات. شوف الناس ممكن يحترموا هذا الكلام في حالة واحدة بس، انك تقر وتعترف بدورك وين كان بالضبط في الموضوع. وليس سكت 39 سنة على هذه الشهادة؟ كنت جبان وخايف مثلا، والان يعني سمخ، ولا في شيء ثاني؟ مؤامرة سعودية والمنفذين اخرين. ها قربت، وبتنطق بلسانك اللي نقد قطران منهم المنفذين، منهم الاخرين، ومن بقى منهم؟ من بقى منهم على قيد الحياة؟ الأيام بتكشف من الصادق ومن الكذاب، زي هذه الكذبة اللي كم شهر طلع يقولها. أنا أعوذ بالله أكل تراب وأعصب على بطني بالحجر، أكل من أموال النظام السعودي المعتدي. لا أنا ولا ابني ولا غير ابني. ولا قرش بتاتا. حلو، والآن على كم بتبكي؟ هذا طبعا اللي لحقوها الناس، يعني ما فلت. عندي هبات اكثر من 500 مليون دولار موجوده في البنك المركزي من دول الخليج، يعني كانت دوهاري في الانتخابات الرئاسيه لي شخصيا.
500 مليون دولار هبات، يعني وين راحت الهنقمة؟ أنا أعوذ بالله أكل تراب وأصب على بطني بالحجر، أكل من أموال النظام السعودي المعتدي، لا أنا ولا ابني ولا غير ابني. أصلاً يا جماعة لكل قناة كلام، يعني مش معقول يعني قناة زي روسيا اليوم شدابة يقول لها كلام مش جذاب زي الميادين، يعني تفرق. وبعدين هذاك مذيع يمني وهذا مش يمني، يعني لكل مقام خريط، لليمن كلام ثاني خالص. من مقبرة للغزة؟ أي صازي بيقبر فيها؟ أي صازي بيقبر فيها؟ وأي إيش؟ أي زازي؟ أيوة أي زازي انتبه ولا يقرب، يا ويل اللي زازينا يا ويل أهويل. وبعدين كل هذا العك ولا فين بتوصل؟ مش انت بتقول معك ملايين؟ طيب للمرة المليون نقول لك كافي دعس لأصحابك الملايين، سيبك من الثانين، هذول الغايبين عن الوعي اللي عاملين لك قيمة شوية رأفة. الناس تعبوا، الناس تأقلمت. احنا نشوف الشعب اليمني صبور صبور. كنا ناكل مثلا الخبز. اي ابو سياح، قصدي ابو عفشفش، كمل شو مال الخبز؟ كنا ناكل مثلا الخبز ونذبح الخرفان. اي واضحه، عز الله انك تكرم الضيف. وبعدين كنا ناكل مثلا الخبز ونذبح الخرفان، الان ناخذ دجاج وناخذ قليل من الرز ونسيب المكرونه. ونسيب المكرونة، لكن ما نسيب وهم السلطة ولا نسيب خلق الله في حالهم. حال الذهان مستعصي وانعدام هوية، بدأ بالمقابلة إنه من أنصار الله وختم إنه من مسلسل وضحى وابن عقلان. يا أخواني لفوا ذا القاوع، طلع المقابلة يتلل، اختلب لي أبلة نظيرة، مكرونة باللحمة، خاور مكرونة، خاور كبسة. أقسم بالله أنك تحرم عليك أنك تلاقي درة كبسة، قد كبست على أنفاس الشعب لليوم يكفيك، باقي بس أوش ولا نقص إلى يوم يبعثون. حبيبي يا أبو حضرم هات ما لديك. أخاف الله حرم أنت داري وتسوي له. ايت سمعنا ورايك لقيك من الجماعه اللي في الكويت، شهر كامل قلت لك اكلين شاربين ولا حكلمهم، انت قتل في الشعب وانا بلقي لك حلول. اسمع كيت مضغه مضغه. المهم الجماعه اللي في الكويت شلوها من دحين مني، ولا نخص. في الكويت شمعكم خبر زين؟ خاف الله شهر كامل عاد ما بيطلع شي خبر زين. بعدين تعالوا قولوا لي دم فوضات ولا مشاورات؟ بعدين اتفقتوا على جدول المشاورات ولا على جدول الضرب؟ لانه كل شي فيها يمشي بالعكس، بديت بوقف اطلاق النار وانتهت بالحياد. بعدين ولد الشيخ انت وين مغيب يا ولدي؟ بعدين جاي تقول لي بغناها حياد ومن دروا، قد حايدوا الجماعة قبلك وسقطت صنعاء وسقطت البلاد كلها. ذكرتونا بوزير دفاع لما قالوا له خلك محايد، والرجال ما شاء الله ما قصر، تم محايد كل الوقت لما دخلوا عمران وهو عاد محافظ على الحياد، وشلوا الأسلحة والدبابات ودخلوا المعسكرات وهو عاد محايد، لما وصلوا مكتبه في صنعاء والرجال عاد محايد. يا جماعة خارجوا، نحن خاف الله جالسين، واتسوون انتوا جالسين هناك في الراحة ونحن جالسين في الحرب. اخواننا في الكويت شلوها نصيحة من واحد يحبكم، واجابكم عد الغبقة ديله، واجابكم عد صداع الراس. بعدين ما حد لاحظ انه لو دقوا الحوثيين والمخلوع على في ساحات المعارك تجي المفاوضات وتجي الحاجات اللي تنقلهم وتعيد لهم الروح. يا جماعة خارجوا نحن منهم وسووا لهم حل. بعدين
الجماعة عدل جلسوا شهر واحد وطلعوا انه صاحبهم قران ناطق. استغفر الله يا رب. دي المرة انا بقول لنفسي ولا نخس. نجي هنا نرجع لحضرموت الخير اللي رجعوا فيها الفاسدين بعد الانتصارات اللي حصلت. اي حامبين ما حبغاكم. اوه يعني تخلوا نحن في وقت الأزمة والشدة اللي نحن محتاجين فيها رحتوا. خاف الله سنة كاملة غايبين ودحين تجون، وبعض المدراء في بعض الإدارات قدام وبعض غياب حق سنة كاملة. المشكلة ما حد شاف حد، وبسبب الشدة قام مجموعة من الشباب وسووا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي لا لعودة الفاسدين في حضرموت. بس ما حد تكلم نحن، وتعرفون انه مغني عط صقع. بعدين انا فكرت في شغله، معقول المحافظ بيخلي المسؤولين الفاسدين يرجعون؟ اكيد انه بيسوي شيء. المشكله كل ما قلنا اوه يا محافظ قالوا المحافظ عاده جديد بكرتونه. اسمعنا خلنا ساكت افضل. بس بعدين يا جماعه وين الموضوع؟ لما رجعت الحكومه الشرعيه رجعوا معهم اللي يبيعوا القات داخل المدينه. وهالموضوع بعد ما كانوا يبيعوا القات برا جاءوا داخل المدينة هنا يزعجون نحن. يعني نرجع للحر والبهدلة اللي كنا فيها وبتجي الزحمة زي أول. نتمنى من سيادة المحافظ أنه يتخذ موقف إيجابي ويقول معنا لا للقات في حضرموت ولا عاده جديد. بعدها وا موضوع الكهرباء، مش كنا حلوين وسادين؟ وقال اللي حصل خلى نحن في الطف اللي نحن فيه، واليوم دخلت الأربعينية. ولا نخص.